هذا تاع الحجه العاليه ملك الجبانه تاع العاليه تاع العصينه مدفون فيها كاع الزعامه والرؤساء شكل عاليه هاي وين انا شكل عاليه هاي وين هذه الحجه العاليه عمتي وهذه اختي الكبيره عمتو في زوج هذه الصويره قديمه كما كانت هكذاك حيه وهذه كانت شد لها ريسيبسيون في واحد لوتيل في الجزائر كان عندها لوتيل هي ماتت هنايا كنا الناس بكري يقول لك كان عندها ذهب كان عندها رزق كان عندها ملاك كان عندها شيء كبير هذو الوثائق تاع الاملاك تاعها كاع اللي خلاتهم هنا كنا اخرين خاوتي كانوا صغار والاملاك هذون ما على بالناش كاع وين راحوا وشكون اللي داهم يعني راح الحج مسهلة وكان الحج صعيب في ذاك الوقت قلت له حبيت نصدق ندبر عليه واش ندير قال لي ودي لي عندك الارزاق وعندك التراب صدقي التراب ديري جبانة للمسلمين في ذاك الوقت كانت ما كانش الجبانة تاع المسلمين 32 كانت فرنسا كي عاد رايحة صدقت الجبانة تاع العالية هذه هم مدفونين فيها En 28, hava passport, en 28. الموت تاعها يقولوا اختي الكبيره هذيك على بالها كانت متزوجه بواحد من بوسعاده معلم عنده ارس بوسعاده مديها راح للارس تاعو معاها دهمتنا هنا في سيدي عيسى كنا في سيدي عيسى شفنا وعقبت معاه بوسعاده راح للارس مقلوا هذاك جابوها دوها للسبيطار قال له راهي في السبيطار مريضه يعكوا يقولوا ماتت مسقيه ما نعرف واحد يقول دوك انا مديك الجبانه تاع الصور وراهي مدفونه الحجه العاليه وتشوفها بعينك يفهموه مالا والشوك وبتاع وهي مادان الرؤساء في الجزائر كاع العالم كاع يسمع بالعاليه الجبانه تاع العاليه تاع عمتي وخوتها هاد جحبارة طال السلطات المحلية وطال الدولة يدخلوا في هاد الشيء